التوبة، علينا جميعا أن نتوب إلى الله عز وجل وأن نستقبل هذا الشهر بالتوبة النصوح، بالتوبة النصوح من كل إثم ومن كل ذنب ومن كل معصية ومن كل مظلمة، حتى يبارك لنا الله عز وجل في هذا الشهر، وحتى يفتح لنا أبواب الخير، وأن نكون من أولئك الذين يقال لهم يا باغي الخير أقبل 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 على الله عز وجل، أقبل على الصيام، أقبل على القيام، أقبل على تلاوة القرآن. إذا تخلينا عن الأثقال، إذا تخلينا عن الأثقال قبل دخول رمضان، فطوبى لمن أصلح نفسه قبل رمضان، وطوبى لمن تخلى عن أثقاله، عن ذنوبه، عن معاصيه، عن مظالمه قبل دخول الشهر. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوبة النصوح والصدق فيها والثبات عليها حتى نلقاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم.